امتحن. اليوم الشباب ما انخرطش في المسار هذايا، المرأة ما انخرطتش في المسار هذايا رغم نعرفوا انه هي عدديا قادرة على ذلك. اليوم المشاهد اللي ريناها في الاستغلال الفاحش لإمكانيات الدولة، الاستغلال المذل لآبائنا وأمهاتنا المسنين، جابوهم في وضعية مهينة، في وضعية مذلة، لأنه نجم يكون عمره 80 و90 و100 سنة، يمشي انتخابات تشريعية تقول له رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، تقول له الحزب الدستوري، تقول له حزب بورقيبة، يمشي يصور. أما إنك تجيبهم على أساس إنهم سابقولك بنعم على نص اللي ما يفهموش حتى رجال القانون، ويلزموا ناس مختصين في القانون الدستوري وناس مختصين في القانون العام، وانت لا فسرت لهم لا مشيت لهم لا قربت لهم، حملة عملوها لا فيها تفسير لا فيها نقاش لا فيها حوار لا فيها تواصل مع المواطن، حقرتوهم. شكون اليوم في العالم يتفرج في الصور اللي بيناهم نتاع ابائنا وامهاتنا المسنين اللي في وضع صحي واضح اللي هو صعيب ياسر، خرجتوهم من فروشاتهم، خرجتوهم من ديارهم، استغليتوا انه ما يعرفوش وما يفهموش، قلتوا عليهم كلمتين نتصوروا كذبوا عليهم الصورات الجهويه والمحليه، اجا يا حاج باش نصلحوا كذا، اجا يا حاج باش نتخلصوا كذا، وكي الاكاذيب هذيك اللي نعرفوها وجبتوهم. لكن من الواضح انه الناس اللي خرجت واللي ريناها في التصاور ناس ما تعرفش شنو هو محتوى الدستور وما تفهمش شنو في وسطه، واستغليتوهم واستغليتوا امكانيات الدوله. اليوم مانيش باش نرجع على تزميلكم المفضوح اللي بالحق فضيحه تاريخيه، لانه احنا قلنا المسار المدلس، يتيح الدستور، يطلع الدستور، يعمل نسبه مشاركه 70%، 200%، 4000%، 1%، مسار مدلس غير قانوني غير شرعي، نقطه ونرجع للصفر ولا نعترفوا به ولا نخلطوا فيه. لكن ملاحظه يلزمنا نقولوها للتاريخ، راكم ضحكتوا رواحكم برشا، رانا تجندنا اليوم باش نشوفوا تصاور اللي هبطوها انصار الحاكم بامره، اللي كانوا مثال في خلق القوانين، كانوا مثال في انهم ضربوا بعرض الحائط حاجه اسمها صمت انتخابي، لانه سيدهم خرج الصباح عطاهم الضوء الاخضر، اخرق الصمت الانتخابي، ارتكب الجرائم الانتخابيه، اعمل المخالفات على حساب 200 ومش مشكل، راسه يسد وهيئه معسكر اللي باش يطفي الضوء على كل شيء، الخروقات، الفساد المالي، عدم الالتزام بضوابط الحمله، عدم الالتزام حتى بالقانون هذاك نتاع الانتخابات، وعدم الالتزام بالمراسيم الكلها. اليوم لو فتحتوا رواحكم راهو تصاور موجوده، كان اعضاء مكتب الاقتراع صوتوهم بالكعبه راهو العباد، لا فماش صفحه حتى نتاع اربع خمسه من الناس طيروا به العين، الثمانيه قلتوا الناس راكدين، العشرة قلتوا الناس مازالوا يقفين، نص النهار قلتوا الناس يفطروا، القايلة قلتوا الناس مقايلين، العشية قلتوا الناس تو يخرجوا يا يعشي. يا أخي لا خرجوا لا منا لا منا لا منا، مازلنا راقدين تفتف تعملوا أكل نص المليون الأول، مازلنا هكا ما حليناش عينينا كملتوا نص المليون الثاني، اتهنيتوا مع بعضي ساعة المليون الأول دبرتوه، في القايلة قعدتوا أربع سوايع كاملين ما عطيتوا حتى معلومة. وانتم ما تتخبطوا واحنا نشوفوا في التصاور، تصاور الملاحظين وتصاور وسائل الاعلام، وسائل الاعلام الكل اني مع الحاكم بامره، اللي مساندته من خارج، جماعته اللي قاعده صفحاتهم، ولا فما مركز اقتراع يرتقي انك تقول فما مجرد ناس جات شاركت. راهو الفرق ما بين اللي هنا في التصاور وما بين الارقام اللي قلتوهم، هو عملتوه الشيء هذا انتم في 2019 وقت اللي قلتوا لنا راه طلع هو باك النسبة. أما وقت العباد ما تفاتلكمش، العباد لاهية، الدنيا داخلة بعضها، اليوم الناس كل مركزة، السيد يجري وحده، قواعد اللعبة عملها وحده، الحاجة اللي تجي في قانون إجراءات القلق ويعملها هكا ويبدلها، هيئة عينها على قياسه، حتى عندهم عضو هيئة ما عجبهمش ولا فضحهم هكا ويخرج لهم بشوية خنار، ياخذوا فيه قرار نهار انتخابي، لا يحشموا من رأي عام وطني، لا يحشموا من رأي عام دولي، لا يحشموا من الناس، وقالوا له لا ما تدخلش باش ما يزيدش من بعد في إطار خلافاته يخرج يزيد يفتح، يعني في وسط هذايا الكل وفي الاخر تكون النتيجه هكا، في الاخر بهذا الكل بامكانيات الدوله بالتجبر بالتسلط بالقوه الصلبه اللي سلطتوها على التوانسه باش تحميكم هيئه الانتخابات باش ما يتكلم معها حتى حد، بالتدليس بالتزوير بالكل، في الاخر تطلعوا
النسبه بتاع 25 ولا 27 ولا ما نعرفش عن قديش، وزيد ما يزيد فاروق معسكر ما كفاش التزوير والتجهيز اللي هناك، واللي يوثق صوتا وصوره يزيد يقول لك يخرج مع ال 11 يقول لك التويسه ما زالوا يصوتوا. تعرف معنى ايه يقول لك التويسه توا ما زالوا يصوتوا ال 11 التعليم؟ معناها الصفوف هكا 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 في مراكز الاقتراع ويذوقوا وصلوا قبل العشره ويقعدوا يستنوا حتى يصوتوا. نتحديكم من توا تخرجوا تصويره بعد العشره ال 11 ال 11 ونص الناس قاعده تصوت. وين وسائل الاعلام؟ وين هم ملاحظيكم اللي تحكيوا عنه؟ اليوم من الفضائح الكبرى ومن البدع الكبرى نتاع الحاكم الامر انه يصير استفتاء مش ملاحظين، يصير استفتاء مش مراقبين. جا وفد تاع برلمان عربي، وفد جامعه الدول العربيه، وهذوك ما كانوا يصرفوا عليهم باش يعملوا لهم شبكه نتاع ملاحظين وما خطاوش المراكز الكل. فضيحه بكل المقاييس. وبهذا الكل وصلتوا باش تقولوا راه فما 2,458,985 تونسي شاركوا، وتقولوا انه منهم حسب الزربونيات هذيا نتاعهم يقولوا انه فيهم 2,200 ولا 280 هما اللي قالوا نعم. يعني كي مش نعرفوا نسب المشاركه بين 2019 واليوم فضيحه. 2019 دوزيام تور 55% تعكزوا في 27 والزربوني قال لكم 25 امرؤ مازال يخدم في روحه ما تراش باش يعمل.